إنني متعب جداً. هاي أيها السيد. نعم. أنا لا أستطيع النوم بلا قصة قبل النوم. قصة قبل النوم؟ حسناً. طيب، ذات مرة كان بضعة كلاب، حسناً، وفأر وبطة صغيرة، وذهبوا إلى النوم. أحببت هذه القصة. ليلة سعيدة. هل الصباح؟ هي، أين هي البطة؟ لقد عاد الهر إلى أفعاله الشريرة؟ أيظن أن الألواح تمنعني؟ أخبرتك أن تدع البطة وشأنها. ابصقها أيها الهر، قلت لك ابصقها.